فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية رئاسية ثالثة مدتها 5 أعوام ليحكم قبضته على السلطة بصفته أقوى زعيم يحكم البلاد منذ ماو تي تونغ. فقد صوت البرلمان الصيني المؤلف من قرابة 3000 عضو بالإجماع في قاعدة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين على انتخاب شي ليرأس البلاد بعد تصويت لم ينافس فيه أي مرشح آخر. بخطى ثابتة يمشي الرئيس الصيني شي جين بينغ نحو ولاية رئاسية ثالثة. هنا في قاعة الشعب يقف لتسلم سلطته. انتخب شي رئيسا للبلاد لخمس سنوات أخر في سابقة لا مثيل لها. قرابة 3000 عضو هم عديد البرلمانيين صوتوا بالإجماع لصالحه، وقبل أشهر فقط مددت رئاسته للحزب الشيوعي، وعليه غدا شي الزعيم الأقوى في الصين منذ عقود. ولم تفلح جميع التحديات في الوقوف أمامه أو ثنيه عن بسط قبضته على السلطة. كانت الاحتجاجات المناهضة التي اندلعت قبل أشهر زعزعت صورته كزعيم مطلق. أما تداعيات كورونا وما رافقها من سياسة صفر كوفيد-19 فارتبطت ارتباطاً مباشراً به. لكن ذلك كله لم يؤثر على المشهد المنظم في أروقة البرلمان كما يرى مراقبون. واجه شي هذه التظاهرات المناهضة وربط ما يحدث داخليا بعلاقاته مع الخصوم خارجيا، واشنطن على رأسهم، ثم ألقى باللائمة عليها في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. العلاقة مع البيت الأبيض هي من ضمن أولويات السياسة الخارجية لشي، كيف لا والملفات ذات الخلاف كثيرة، بينها ملف الحرب الروسية على أوكرانيا وطرح الصين وساطتها إلى التجارة الدولية وحرب الرقائق الإلكترونية. هكذا يبدو الرئيس المنتخب شخصاً لا يمكن المساس به، وهو لا يزال يحافظ على مكانته على رأس الحزب الأوحد الحاكم وفي أعلى قمة هرم الجيش. معنا من بكين فيحاء وانغ شين، صحفية بمجموعة الصين للإعلام. فيحاء أهلا بك. إذن لا مرشح، تصويت بالإجماع، ولاية ثالثة غير مسبوقة، كيف ترين ذلك؟ كيف تعلقين عليها؟ أيوة نعم، إن هذا الأمر غير مسبوق في الماضي، ويعني هذا وضع جديد للصين وللعالم أيضا. رغم أنه غير مسبوق وهناك بعض الاحتجاجات، ولكن هذا القرار من قبل أغلبية الشعب الصيني، ويعني ممكن أن نتطلع إلى استمرار ومواصلة تنفيذ السياسات الماضية خلال السنوات العشر الماضية. نعم، هذا يعني بالنسبة للمواطنين الصينيين شيء يعني مقبول ومعقول، ليس مفاجأة كثيرا. سيدة فيحاء، ذكرت بأن هذا وضع جديد للصين وللعالم، ما المقصود؟ هل المقصود هو موضوع السياسات؟ هل هناك تغيير في سياسة الرئيس؟ مثلا يعني السياسات الدبلوماسية الصينية ستكون متواصلة، يعني إن موقف الحكومة الصينية ستكون أقوى من الماضي كما لاحظنا، خاصة تجاه مسألة تايوان وشينجيانغ، وأيضا حول قضية الحرب الروسية الأوكرانية. كان موقف الصين حياديا، يعني ظل حياديا. هل تعتقدين بأن قد يكون هناك تغير أيضا في هذه السياسة بالخلافات تحديدا مع الولايات المتحدة، إن كانت التجارية وحتى السياسية؟ إن العلاقات الصينية بين الصين والولايات المتحدة مهم جدا بالنسبة للبلدان وأيضا للعالم كله،
ونعم لاحظنا أن خلال هذه الأيام تصاعد التوتر بين البلدين، ولكن ما زال باب التعاون والتشاور مفتوحا أمام البلدين، ولكن هذا يحتاج إلى عقلية وحكمة الحكومتين. ويعني النزاعات مثيرة للطرفين. طيب سيدة فيحاء، برأيك كيف سيتم التعامل مع يعني ما تعانيه الصين من الوضع الاقتصادي والتعافي اقتصاديا، وخاصة من آثار جائحة كورونا، أيضا التغيير الديموغرافي في الصين التي سجلت منذ فترة أول انخفاض بسكان لها منذ حوالي 6 عقود؟ يعني خلال السنوات الثلاثة الماضية نعاني من كورونا كوفيد 19، وبعد انتهاء من القيود القاسية للوقاية من انتشار الوباء، حاليا يعني الصين تركز على الانتعاش الاقتصادي. وأيضا أعتقد هناك بعض الجهود لتحقيق عودة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة إلى طبيعتها، يعني إلى الماضي، تبادل الاحترام بين البلدين. شكرا جزيلا لك من بكين فيحاء وانغ شين، صحفية بمجموعة الصين للإعلام.